السلام عليكم. فاتحه اليوم كل شيء شاهد الفيديو وتعرضتي لاعتداء من طرف الزوج ديالك بشكل علني، شنو كتعلقي كتعليق على هذاك الفيديو؟ شنو كتقولي؟ شنو نقول على هذاك الفيديو؟ الله يحفظ الحق، هادشي اللي غادي نقول الله يحفظ الحق اللي كان حيلهم سبب اصلا على حقاش اصلا هو كان كيضربني كما قلت لكم راه كان كيضربني واخا خرج هو من السجن كان كيضربني على هادشي ما كان باش نخرجوا الاعلان ديما كيتناقش معايا ديما كيضرب معايا التعاليق علق لك فلان قال لك فلان قال لك فرد الله قال لك هذا قال لك هذا تيبقاو الله يهديهم تيبقاو يتعلقوا لي شي تعليق انت ماشي راجل انت مالك مع مرتك فين كنتي على مرتك مرتك تدير مرتك تتفعل مرتك هذا داك النهار انا كنت صورت فيديو فعلا صورت فيديو كفيديوهات العاديين ما كاينش معايا قلت لي حاول ما تبقاش تبان معايا انا على الاساس درت ليه اصلا قناه باش يبقى ملي في قناته حيت تيقول لك تيصر باش يبان معايا تيقول لي لا خاصني نبان معاك ماشي مشكل صورت ذاك النهار فيديو حطيته صافي عادي جدا جلسنا جات عندي هاد السيده هادي خرجت انا وياها جيت قال لي ولدي الكبير عيط على واحد السيد اتصل بي هاتفيا قال لي شوف راه مرتك لحت فيديو اليوم واش شفتي ولا ما شفتيش هو قال لي لا باقي ما شفتوش قال لي راه لحت فيديو انت ماشي راجل انت خاصك دير خاصك تفعل هذيك ماشي مراه خاصك تقتلها سير قال لي ودي ولاد قال لي راه عيشوا رجال الا كبروا معاه ما يطلعوش رجاله كيضحكوا عليك الناس المهم ما خلى ما قال لي ولدي شي ساعه هو كيهضر معاه صافي قال لي انا غدا غادي نوريكم في اللايف واش انا راجل ولا ماشي راجل انا من طبيعه الحال جيت انا راسي خاوي عادي جدا جلسنا البارح موصر باش يدير اللايف قلت ليه شوف راه الناس كيقولوا لي في التعليق حاولي راجلك ما يبانش معاك قلت له خليني انا ندير اللايف براسي قالك لا غادي ندير اللايف معاك فتحنا اللايف عادي كباقي الايام بقينا تنضحكوا عادي ضحكت معاه قلت لهم كي جاكم الفيديو انا غادي نصور لكم بالتجين على قشط حاجه ما كتعجبكم غادي نلبس حوايجي وغادي نصور بهم حتى كاينين اللي كيكتبوا لي بحال هكا لا علاش عجبني البيجاما ماشي مشكلة هادي كل واحد شنو تيكتب بقاو شي وحدين كيسبوا في التعليق انت ماشي راجل انت هادي انت هادي هو انا شفتو قال لهم انا غادي ندير داكشي اللي قولتكم بها المغاربه انا ما ظنيتش اني غادي توصل به الدرجه يضربني بحال هكا صافي حتى ضربني راه شافوا راه المغرب راه العالم شاف ديك الضربه اللي ضربني الوجه جاتني الضربه ضربني هنا فمي ضربني العيني تشديت انا وياه تشديت انا وياه باهرس ليا التليفون بقينا راه اللايف شتي كندابز انا وياه واش هو كان في حاله طبيعيه من طبيعه الحال ماشي في حاله طبيعيه واحد الانسان اللي في حاله طبيعيه غادي يدير ديك التصرف واحد الانسان سوي عقليا وغادي يكون حاله طبيعيه ما غاديش يدير داك التصرف راه ماشي تصرف بحال هكا وكنت قلتها ليه من شحال هذيك الا ما تفاهمتش انا وياك راه كيتلاقينا داك النهار فرق هو تيقول لك هذاك الفرق نقتلك وما تفرقش تموتي ولا تعيشي معايا وحده بجوج حطيتي بلاغ عند الشرطه معلوم طبعاً الحال حطيت بلاغ ديك الساعات ومشيت ديك الساعه في البلاصه ديت معايا ولدي مشينا هبطنا للبريكان جينا ما لقيناش في الدار حيت راه غادي يسمعوا الناس في اللايف تيقول لي سيري فين بغيتي سيري ديري اللي عجبك كان محيد ليا الصوارت ديال الدار هزيت الصوارت حليت خرجت قلت ليه ما خليتينيش نخرج غنبقى نغوت يتجمعوا الناس صافي خرجت مشيت للجندار جينا بقينا خرج من الدار هو فايت ضربك قلتي قبل ما نسير نخرج فايت ضربني فايت ضربني وعندي الصور وفايت ضربني وفايت ضربني ما هي مره ما هي جوج فايت ضربني فايت قجني هنا نيت في الصاله هنايا فايت ضربني على واحد الفيديو في الانستغرام ماشي ديالي كيقول لي ديالك ومشيتي صورتي في شي دار اخرى هذا الفيديو ديالك انت هادي فورمتك هادي انت هادي والسيده كيشوف وجهها ماشي وجهي تيقول لي لا انت ديما كيتناقش معايا على هاد المسائل هادو انت ماشي انت مع تيبقاو يكتبوا لي يمكن انت شارف انت هذا انت كبير هي صغيره عليك هادي هادي ما شوف دابا هو راسو شنو تيقول لي انا اصلا ديما من نهار خرج من الحبس ديما رد معاه البال ديما حاضيه ديما ما كنجلسش مرتاحه ما كنعيش ما كنعش مرتاحه في دماغي نعس كابا بحال كي كنت شحال هادي نعس مرتاحه ونفيق مرتاحه ونعيش هي تيجي راه كنتفافى انا من بلاصتي علاش راه كنبقى حاضيه معاه حيت كل نهار ملي تيجي من الخدمه تيجيب لي موضوع جديد
بعض التعليقات قالت على انك داك الشيء كله مفبرك وانه فيلم مصطنع. فيلم علاش غادي ندير انا فيلم؟ واش انا غادي ندير فيلم انا باش يضربني الراجل وغندير فيلم؟ واش انا الا بغيت ندير فيلم راه غنحط لهم الصور ديال شحال هذه باش تضربني؟ الا بغيت ندير فيلم راه عندي الصور وعندي باش ضربني، راه غادي ندير فيلم وغنقول لهم راه ضربني. ما غاديش يحتاج انا ندير اللايف وغادي ندير اللايف وانا ما فراسي ما يتعاود وقالت لي تنضحكوا عادي حتى غادي ينوض يضربني الوجه. واش واش فيلم غادي تضربي هكاك مباشره؟ راه ما يمكنش. راه اللي باغيين يديروا فيلم راه حتى كتجي كتسجل فيديو كتقول لك انا مضاربه مع راجلي، الناس راه شافوا داك الشيء عالميا، راه مسجل وشافوه، راه يمكن دابا حتى يدخلوا يشوفوه. شنو طرا من بعد الفيديو؟ من بعد الفيديو مشيت للشرطه من طبيعه الحال، جينا ما لقيناش في الدار. لا شنو طرا من بعد الفيديو فاش كنتو حبستي الفيديو؟ شنو طرا؟ صافي خرجت، خرجت انا مشيت للشرطه في البلاصه، خرجت ديك الساعه درت عليا المونطو ديالي خرجت للشرطه، جينا ما لقيناش في الدار، لقينا خرج صافي قلبوا هنايا، قلبوا طلعوا للسطح قلبوا ما لقاوش، صافي مشاو قالوا لي عاود رجع، عاود اتصلي بينا، هو ما رجع حتى شي حاجه. غادي تتابعي؟ غنتابعو، غنتابعو، غادي نمشي ندير ملف ديال الطلاق الشقيق غدا ان شاء الله، غادي نعمر ملف وغادي ندفع للمحكمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كلمه الاخيره للجمهور المغربي. الكلمه الاخيره للجمهور المغربي اللي بغيت نقول لهم، بغيت نقول لهم الله يهديكم، بلا ما تبقاو تحرضوا بحال هكا شي انسان، بحال هكا راه هكا باش يوقعوا الجرائم، وبحال هكا باش تطيح الروح. دابا انا كون قتلني اشنو هو دوك الاولاد؟ دوك الاولاد اللي غادي يبقاو في الزنقه. وهو نهار الاول راه انا ما ضربتوش على يدي، هو نهار الاول راه شاف الفيديوهات وكيتقبلهم وكيصور معايا وكتجي عادي جدا، راه حتى واحد ما ضربو على يدي. شكرا.